حافظ البيت الساعة 10 الصبح لقبل ساعة انسحبوا، فتنا على البيت كله مدمر من سبع شقق، سبع طبقات. الحمد لله بالعالمين فيش لا إصابات ولا جرحى ولا أي شيء. البيت تتعمر وانبنى، المهم الحمد لله سلامة الجميع أهم من كل شيء. وبنشكر الله والحمد لله على ما صار. دخلت قوات خاصة من وراء البيت من هون، وأجت قوة من عند الحصان حاصروا البيت. أبصبت إنه في ناس فيه، طلع الحمد لله فيش حدا في البيت ولا حدا موجود. دخلت الجرافة على البيت، فاتت الدناي وبلشت تهد من الحكورة وفاتت على الدور فوق، ضربت الست طبقات الموجودات. والحمد لله فيش ولا أي حدا بالبيت، لا طفل ولا شاب ولا حدا. باجتياح العشرة أيام فاتوا قصفوا بيتنا اللي من دنا وتحت. وإحنا متعودين يعني الحمد لله، هاي مش أول مرة يعني بصير عندنا.